من منطقة غير آمنة إلى منطقة للتنزه وممارسة الرياضة لأهالي منطقة عزبة خير الله بمصر القديمة والبساتين، تم تحويل منتزه الجبخانة في إطار فعاليات استعدادات محافظة القاهرة لعقد المؤتمر الحضري العالمي. الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة شهد بدء تشغيل المنتزه الذي يضم مناطق مفتوحة وملاعب وملاهي للأطفال ومسرحاً، وبلغت تكلفة الأعمال به إلى حوالي 40 مليون جنيه في إطار التعاون بين محافظة القاهرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية ضمن برنامج الارتقاء الحضري والتنمية العمرانية للمناطق غير المخططة. ولمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي الذي سيعقد في الفترة من 4 وحتى 8 نوفمبر، ترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعا موسعا بحضور نواب المحافظ وممثلين عن برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات. المحافظ أكد أن جميع أجهزة المحافظة تستهدف العمل على إنجاح الفعاليات وتوفير كل الحلول اللوجستية المصاحبة لفعاليات المنتدى، مؤكدا وجود متابعة لمختلف التطورات الخاصة باستضافة المنتدى على صعيد النقل والمواصلات والبنية التحتية وتنظيم الزيارات، كذلك تنظيم عمل المتطوعين. أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة شارع 9 بالمعادي تفقدها الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حيث تم تطوير الشارع بطول 2900 متر من ترى حتى شارع حسنين دسوقي بعد انتهاء أعمال رصف الشارع وإعادة الشيء لأصله عقب انتهاء أعمال استبدال المرافق به. وتشمل أعمال التطوير الرصف ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات والإنارة والتشجير ورفع كفاءة ميدان المحطة. بشكل قاطع نفت محافظة جنوب سيناء الشائعات المتداولة حول وجود أي تهديد لدير سانت كاترين أو مخطط لإخلائه، وشدد اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء على الروابط الجيدة بإدارة الدير وحرص الجانبين على التعاون المستمر بما يحقق المصلحة العامة ويعزز من الروابط التاريخية والثقافية العريقة، والحرص على التعاون ودعم الجهود المبذولة لحماية التراث الثقافي والديني للدير. وتؤكد محافظة جنوب سيناء التزامها بدعم دير سانت كاترين وجميع المعالم الأثرية والدينية بالمحافظة وبما يحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على التراث الإنساني والحضري والثقافي. ولتعزيز قدرة محافظة جنوب سيناء على الاستفادة القصوى من موقعها وأراضيها لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق تنمية شاملة بالمحافظة، وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء والمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية بروتوكولا لإعداد المخطط التفصيلي لمدن شرم الشيخ ودهب ورأس سدر. يأتي البروتوكول في إطار الاستراتيجية العمل الدولة والمساهمة في تحسين البنية الأساسية على أرض جنوب سيناء وتطويرها وربطها بالمحافظات المجاورة وتوفير فرص عمل جديدة وجذب المستثمرين إلى المحافظة. ودعما للاستثمار السياحي والاستثمارات الأخرى وللتيسير على المواطنين ووضع حلول فورية لكافة التحديات، ترأس محافظ جنوب سيناء اجتماعا موسعا بحضور الجهات الأمنية وممثلي القوات المسلحة وممثلي غرفة المنشآت الفندقية ووزارة السياحة وممثلي المستثمرين وشركات السياحة، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية المعتمدة، حيث تم خلال الاجتماع عرض التحديات والمصاعب ومقترحات التعامل مع المشكلات لرفع المعاناة عن المواطنين والزائرين. سوزان مصطفى، النيل للأخبار.